فريق الكوكب المراكشي واصل صعوده في سلم الترتيب العام وحقق فوزا مهما على نظيره الرجاء البيضاوي في مباراة حماسية حضر جمهور غفير بملعب الحارتي في مراكش الذي كان مسرحا لفرجة في المستوى. خلال الشوط الأول راهن فريق الكوكب المراكشي على الضربات الثابتة لتهديد مرمى الرجاء أبرزها في الدقيقة 33 من تسديدة مباشرة للاعب يوسف مريانة تصدى لها الحارس خالد فهمي. بالمقابل سيطر الرجاء على خط الوسط وكانت أبرز محاولات الفريق الأخضر بواسطة اللاعب هشام العمراني بعد ضربة رأسية مرت محاذية للقائم الأيسر لمرمى الحارس أبو عبدلاوي. وقبل نهاية الشوط الأول كاد فريق الكوكب المراكشي أن يفتتح باب التسجيل لولا التدخل الناجح للحارس فهمي. وبعد خمس دقائق من انطلاقة الشوط الثاني تمكن اللاعب ديدي كنيبا من تسجيل هدف المباراة الوحيد مستغلا التمريرة الجانبية لزميله يوسف مريانا. كاد الكوكب أن يضيف هدفا ثانيا من ضربة خطأ مباشرة لصاحب الاختصاص يوسف مريانا إلا أن تسديدته مرت محاذية للمرمى. حكم المباراة السيد الطاهري تغاضى عن ضربة جزاء مستحقة لفريق الرجاء البيضاوي. بعد ذلك انتفض فريق الرجاء البيضاوي بحثا عن هدف التعادل وخلق مجموعة من المحاولات لكن دون أي جديد، ليؤكد بذلك فريق الكوكب المراكشي عن صحوته الأخيرة بالبطولة الوطنية ولو على حساب فريق كبير من حجم الرجاء البيضاوي.